النهارده بقى يوم الاجازه، حبيت ادلع البيت كله وقمت من بدري كده علشان اعمل لهم الكشري الترند. كشري الحلو طالع ترند بقى اليومين دولت كده، هنعمله في البيت بكل سهوله من لفه جلاش ونص كيلو كنافه. اول حاجه يلا ابداوا معايا كده ونقول بسم الله. زي ما شفتوا معايا كده بنجيب لفه من الجلاش، هي حوالي نص كيلو، وبرضه هنجيب ايه نص كيلو من الكنافه، وهنعمل بقى الكشري. يلا حطوا لايك للفيديو كده عشان يوصل لكل الناس، ويلا عشان تعملوا انتوا كمان الترند الجديد الكشري الحلو. الكشري بقى مش كشري الرز ومكرونه بس، لا هيبقى كشري الحلو كمان. بعد ما قطعت لفة الجلاش بالشكل اللي شفتوه معايا ده، جبت صينية كده وهفرفط كده الجلاش في قلب الصينية، هفرفطه من بعضه زي كده، وهنزل عليه بقى بالسمنة، بس لازم افرفطه كويس كويس كده من بعضه عشان هنحمره في الفرن. جبت كده ربع كوباية من السمنة، مش هكتر السمنة قوي علشان برضو الاكلة ما تبقاش، او الحلويات بتاعتنا ما تبقاش دسمة قوي. فكده بربع كوباية من السمنة مسيحة شوية برضو كده، وقلبتها وهو برضو كده في الفرن، يعني انا هقلبه فهيشرب من السمنة كلها، هطوله يعني برضو، بس كل الحكاية عشان السمنة بتاعته تبقى قليلة. وهو طول ما في الفرن قلت لكم ايه كده هنقلبه برضو كل شوية، لازم عشان ايه ياخد نفس اللون، يعني كله ياخد لون موحد كده. كل 5 دقايق هفتح الفرن واقلب الجلاش. تعالوا بقى يلا نعمل الكنافة، نفرفطها هي كمان كده ونقطعها علشان نحطها هي والجلاش مع بعض كده في الفرن، بدل ما نفضل نحمر بقى على البوتاجاز وياخد معانا وقت حاجة حاجة، لا هنحطهم الاتنين في الفرن ونخلص. هقطع بقى الكنافة دي كلها كده بايديا كده، ممكن تضربها في الكبة بس خليها ايه خشنة شوية مش ناعمة قوي. بالشكل اللي احنا شايفينه ده الكنافة انا كنت حطاها في الفريزر عندي، فكده كده سهلة في تقطيعها حتى بالايد. برضو ربع كوباية من السمنة كده وهقلبها هي برضو كده كمان، وفي الفرن كده كده هقلبها برضو، فالسمنة هتعم على الكنافة كلها حتى لو هي كمية مش كتيرة. تمام كده خلصنا الكنافة والجلاش وهندخلهم بقى على الفرن. كده جاهزين معانا، دخلتهم بقى الفرن كده وجيت على النار على ما الكنافة بتابعها برضو وهي في الفرن. جبت مج من الرز صغير كده، مج بتاع القهوة، وحطيته في 2 3 كوباية من المية على نار هادية لحد ما الرز استوى. نزلت عليه باللبن، وهنعمل كده رز بلبن، بس عايزين الرز بلبن بتاعنا يبقى مي مي، يعني ايه طري خالص، طري خالص، عشان هو ده يعتبر اللي هيسقي برضو الجلاش معانا والكنافة وكده. فالرز يكون قليل، اللبن يكون كتير، نشا قليلة، علشان احنا مش عايزين رز بلبن بالظبط زي الرز بلبن اللي هو التقيل او المهلبية، لا احنا عايزينه يكون خفيف ومي مي، يعني سايب من بعضه كده علشان يعتبر هو مادة ساقي. حطيت له كده السكر، 2 3 معالق من السكر او حسب كمية السكر اللي احنا عايزينها، بس مش ما يكونش مسكر قوي عشان هنعمل عندنا برضو صوصات، فما يبقاش مسكر جامد معانا. خلاص كده نلاقي الرز بلبن عملناه. جبت بقى كوباية من السكر عليها نسبة مية، يعني كده بللت السكر بالمية عشان يتحمر معايا عشان نعمل الكراميل في نفس الوقت من غير ما يتحرق. فأفضل طريقة لعمل الكراميل ان انت تحطي عليه على السكر شوية من المية كده لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. بننزل عليه كوباية من المية المغلية زي كده، بيفك معانا بسرعة. بعد ما فك زي كده نزلت عليه بكوباية من اللبن، وعليها بقى 2 معلقة من المية كمان، عليهم 2 معلقة من النشا، ونقلبه عشان نعمل كده الكراميل. مش مهم تضيفيله سمنة او زبدة خالص، لان ده الكراميل ده هيبقى ايه في قلب الوصفة، مش مهم ان هو يبقى دسم، مش فارق اوي اللمعة بتاعته يعني. حابة انت بقى تضيفيله مكعب زبدة في الاخر، مفيش اي مشكلة. خلاص كده عملنا صوص الكراميل، تعالوا نعمل صوص اللوتس برضو عشان نضيفه على الوصفة.
وهنعمله بطريقة اقتصادية. جبت باكوين من البسكوت وكوباية من اللبن، وهننزل عليهم بمعلقة من السكر ومعلقة من القرفة، وتقدري تستغني عن السكر لو انت البسكوت بتاعك مسكر. هننزل عليهم كمان بمعلقة من الزبدة من السياحة، وهنا معلقتين من صوص الكراميل اللي عملناه وضربناه بقى في الخلاط. احتاج مني كمان باكت من البسكوت، ضفته له عشان يبقى تقيل شوية. وده كده عملنا كده مع بعض صوص اللوتس. تمام كده خلصنا الصوصات، حمرنا الكنافة والجلاش كده تمام. الجلاش بقى حابة تسقيه بكرم بشربات او عسل زي ما انت عايزة. وانا كده زي ما انت شفتوا معايا انا سقيته من صوص الكراميل، بس انتوا لو حابين ان انتوا تسقوه بالعسل مفيش اي مشكلة، عشان توفري الصوص الكراميل للوش الاطباق اللي هنعملها. كده كنت انا بزوده من صوص الكراميل وبقلبه كده علشان هو لسه طالع من الفرن سخن، فعلشان كده يطرى ويبقى حلو، بس احنا ما بنغرقوش يعني للدرجة اللي هي، عشان برضو يبقى مقرمش ويبقى حلو كده. خلاص كده جهزنا الجلاش، هنجيب بقى الكنافة. الكنافة ما بنضيفش عليها اي حاجة، الكنافة في الوصفة اللي بتاعت المحلات ما بيضيفوش عليها اي حاجة، هي بتبقى كنافة بس كده، علشان مش كل حاجة هنحط عليها سكر عشان لسه هنسقي باللبن، فهي بتبقى كده، بتبقى كده من غير اي صوص ولا كراميل ولا شربات. تمام كده عندنا الاساس بتاعنا اللي هو الجلاش والكنافة جاهزين. بتحطي بقى اي فواكه موجودة عندك، طبعا الموز بيبقى طعمه حلو قوي في الحاجات اللي زي كده، فهنقطع كام واحدة من الموز. ومجهزة عندي برضو منجاية كده صغيرة مقطعاها. وكده معانا الفواكه ومعانا الرز بلبن، هو جه تقيل مني شوية عشان كده انا بقول لكم خلوه مي مي وطاري بزيادة علشان يسقي معاكم الجلاش وكده يعني، ويبقى والكنافة ويبقى طري. خلاص كده بنجيب العلب بتاعت الكشري من المحلات، او بنجيب بقى لو انتم مش حابين تشتروا يعني العلب الورق، بتجيبوا زي ما انا عملت كده الطواجن الفخار، وبنضيف طبقة من الرز بلبن عليها طبقة من الكنافة. دايما خلي اللبن هو اللي تحت او فوق الكنافة عشان يسقيها. بعد كده طبقة من الجلاش، هنحط بقى طبقات كده نوزعها يعني طبقات، طبقة كنافة طبقة جلاش، بعد كده طبقة كنافة تاني، وفي الاخر بقى بنحط الفواكه. هنضيف مثلا الموز، الفواكه لو انت هتركنيها ضيفي عليهم بقى معلقتين من العسل لو مش هتاكلهم في ايه في ساعتها وكده، بتضيفي معلقتين من العسل علشان الفواكه تفضل محتفظة بلونها ما تغمقش زي الموز بيغمق لما بيترك. تمام كده هنعمل كذا طبق مع بعض. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا حطوا بقى لايك كده، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وكده احنا من اوائل الناس اللي عملت الكشري الحلو اللي طالع ترند لسه حالا. تمام كده حطيت برضو من الرز بلبن زي ما قلت لكم كده، خدوا بالكم الرز بلبن خففوه عن ما انا عاملاه كمان. كده حطيت الموز وحطيت طبقة من المانجا، وعليها كمان على الوش طبقة من الكنافة، لسه بقى هنضيف الصوصات. هنضيف بقى صوص الكراميل وصوص اللوتس. ده كده صوص الكراميل، بتحطيه في كيس كده من بتاع الاكل التخزين،
وبتخرمي خرم صغير كده، وبرضه بتوزعيه على وش الطاجن او العلبة اللي هتحطي فيها الكشري. كده بوزع الصوص الكراميل على كل الطواجن، وكده صوص اللوتس. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونوش في اللايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، واشوفكم على خير في وصفة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.